تقرير عن بقالة بالشويخ. بقالة تسكنها الفئران، لكن الشيء الجميل إن البلدية، وهذا ما شاهدناه خلال يمكن سنة ونص من تحرك فعال، اليوم بدينا نحس إن في بلدية في البلد، ولازم الشهيد بأدائهم. راحوا هالبقالة وسكروها. عطوا التقرير. حاليا طبعا احنا بالبقاله اللي انتشر فيها الفيديو اللي فيها فيران، طبعا احنا تم التفتيش عليها الحين صاعد السندره بامانه شيء، يعني شايفين السندره، هذه السندره فوق، هاي ثلاجه، الوساخ اللي موجوده يعني بامانه، شوف الجسور قديمه، شايفين وياكم، شوف كلها يعني شيء بامانه يزعل. هذا عدم التقيد بقواعد النظافه العامه في تداول الاغذيه، هذه مخالفته طبعا، راح ندخل فيه غلق، شايفين هذه السندره فوق، نزلنا تحت طبعا صاعدين على الدري وقاعد نفتش، شوفنا فيه اهمال وايد بالنظافه، فيه اهمال وايد اشتراطات الصحيه والفنيه، يحتاج صراحه الى غلق. شايفين الثلاجات شلون ما فيها اشتراطات صحيه، شوف الارفف، شايفين الارفف، شايفين تكرمون براز الجيران. راح نبطل، شوف هذا كله براز فيران، الله يكرمكم، وراح نغلقه غلق فورا ان شاء الله. تحية إلى موظفين البلدية ومراقبينها. براويكم